الشماخ تاعي. شوف واحد المشكل كاع الناس وكاع لي كرون سيرفاس كيلقاو حنا حليناه شحال هذا، والمشكل ديال الحجم الكبير الكرون طاي، يعني من الطروه الى حتى 6 اكس لارج فين كاينه بيك ستور المحمديه والدار البيضاء ومدينه فاس. اذا الناس الكرون طاي كولو رزقكم. شوف 4 اكس لارج كدير 3 من سعيد، توب عالي الجوده وبالنسبه للطبيعه والطريزه، يعني كما كنقول دائما ماشي غتلقى غير داكشي اللي غيجي قدك، ولكن غتختار بالشهوه ديالك. ونبقاو دائما في الاختيار ديالك، كنقول لك شوميز اللولة العاليه الجوده وصلت، لي بومو ديال لي بولو مازال حتى هما ان شاء الله وحده تخلصها ب 99 والثانيه بنص الثمن، لبسه كامله اللي شتو معانا في الريز اللي قبل من هذا لا فيديو هذا بصباطها ب 349 درهم. الباك اللي غيدار دابا فيه شورت لولا شوميز لولا وصباط سبرديله بحال هذا ديال الكوير 100% كوير، لبسه بصباطها 249 درهم ما يمكنش. وبالنسبه للكرون طاي راه ما كاينش غير الكول او يعني الكول داير، كاين حتى لي بولو في الكرون طاي من طوا حتى 6 اكس لارج الله يبارك، يعني غتلبس لي بولو اللهم بارك وزيد في ذلك. الفوشيا عاوتاني لي كولور تقريبا كاملين كاينين، وهاد لا كولور هذا الفيغ انيس صديفه تمسح فرحان طبيعة الحال. الحجم الكبير الناس اللي واكله رزقها، الناس المرتاحه لي كولور كاملين كاينين، لي موتيف مختلفين، لي موتيف ديال سبور ولي موتيف ديال الكلاس والسيمي كلاسيك. البضاعه الجديده في لي شوميز كنقول لك هاد الشوميز هادي الانيقه دخلت هو بقوه، والبرومو حتى في الصباط ان شاء الله، يعني عشاق الكلاسيك سيمي كلاسيك غتبرعوا اقل ثمن في المغرب. العرض عليكم السلام ورحمه الله، هاد العرض هذا يستمر لمده 3 ايام. الشوميز اللي كيبغي الشوميز بلوغي كنقول لك هاد تخوا ديال لي كولور، هذا واحد ثاني بلاتي ما باغاش تخرج ما باغاش تتباع بداك الثمن، ثانيه والثالثه تخوا كولور. بغيتي لي كولور ديال الصيف باردين، بغيتي نواغ بلون، بغيتي شي حاجه ديال لا فيستا، والثمن 1000 ريال 49 درهم، يعني ثمن قهوه غتلبس شوميز مبرده 49 درهم. نبقاو دائما في الكلاسيك سيمي كلاسيك والذوق الرفيع، هادشي كيوحل عليكم السلام ورحمه الله. هاد لي بولو اللي كتشوف معايا لي بولو لي بالكول، يعني بالكول نورمال ماشي الكول ماو بحال هذا، هادو لا هادو اللي كتشوف بالكول هنايا هادو كاملين، وحده ب 99 درهم والثانيه بنص ثمن، وحده ب 99 والثانيه بنص ثمن، يعني جوج ديال البولو اللي كانوا دايرين 150 180 شحال غيوليو؟ وحده ب 99 والثانيه بنص ثمن. خلي داك الصباط في يدك دابا غنديرو له البروم. إذا الصباط كامل إن شاء الله، صباط سبرديلة البالغي الموكاسا صباط طالع الدان الكوير غيكون دابا بواحد الثمن سبيسيال. نجيو لهذا البولو هذا كما شفتو معنا في مدينة الدار البيضاء، هذا الغوج هذا إلى حتى للطروة إكس لارج، وكاين حتى للسانك إكس لارج حتى الكرون طاي، خصصناه للناس اللي عندها جروب وعندها البيرسونيل بزاف وأنتيم، يعني فوق 10 ديال لي زارتيكل قلنا غيبقى ب 60 درهم، إلا كانوا فوق 10 ديال لي زارتيك لقى واحد الاستحسان كبير الحمد لله. كنهضروا على بولو شي حاجة زايدة في الكاليتي الله يبارك، البيكي ديالو رقيق، ولافونتاج هو أنه بازيك تقدر تطبع فيه اللوغو اللي بغيتي، ولكن الغوج بوحدو اللي غيدير 59 درهم غير غير الغوج، فوق 10 ديال لي زارتيك قل من 10 ديال لي زارتيك الثمن هو 69 درهم أي 70 درهم. وبالنسبه لي كولور اللي ما فيهمش داك العرض الخضيضر ديالو كيبقاو من السمول الى حتى ل 5 اكس لارج كما كتشوف معايا، عاوتاني البلور هو انيق جدا. هاد الاسمنه اللي درنا فقط باش نتهلاو في الكليان ديالنا، كما كتعرف لي كليون فيديل دائما خصهم يجيو البيك ستور يلقاو لافير 69 درهم. العرض مستمر طيله ايام الصيف ان شاء الله دائما الى غايه نفاد الكميه. بالنسبه لهاد لي شورت ديال لاطواب هادو عاليين الجوده، اريفا جديد كل نهار كيدخل عندكم الجديد، كاينه البلو مارين وكاينه هاد البلو هذا ماشي بحال هذا الا لاحظتوا، هذا فونسي وهذا كليغ، ولكن الكاليتي نقيه والثوب الاستيك
عليكم السلام ورحمه الله. الاناقه في ابها حلتها بالنسبه لي كولور، اي كولور سولت عليه في هذا الارتيكل هذا غادي تلقاه لي طاي ديالو من 30 الى حتى 52. الباج حتى هو كاين، شوف الباج تبارك الله، شوف الله يبارك. كنهضروا على الاناقه اصحاب الذوق الرفيع، غتلقاو اجود انواع المنتوجات في بيك ستوب. حنا دابا حاليا كتواصلوا معكم بيك ستوب المحمديه، وان شاء الله هاد البضاعه غتعم في كاع لي بوان دو فون ديال بيك ستوب. بالنسبه لاريفاج ديال لي بولو كما شفتوا معايا في فيلز، البولو اللي عنده هاد لي بوند من لهنا من 150 غيدير 99 درهم كما ولفتوا غنا. بالنسبه لي كولور ديالها راه اي كولور بغيتي كاينه، اللي عندها هاد الموتيف هذا غودروني، وكاينه اللي عندها الموتيف مطروز. بالنسبه لي كولور راه كاينه كثر من 10 ديال لي كولور. الصفر اللي شفتوا معنا في الريز غير قبيله هو هذا، فيه لي طاي من السمول حتى الدولي صغار. كما قلت لك باللي المشكل ديال لي طاي حنا تجاوزناه هذه شحال، يعني اي واخا تكون ماركه اصليه كتمشي عندها ما كتلقاش لي طاي. بيك ستور اي طاي كتقلب عليها غتلقاها في اي موديل. الله يبارك فلوريسون حتى هو حاضر. زيدني لي كولور اخويا، القرونه حتى هو حاضر. خويا واش كاين الابيض؟ كاين الابيض، الفوشيا، الموف مبابي الخيرات كتساقط هنا. زيدني عاوتاني الفوشيا، ها الفوشيا، وفي التمساح الكري، ها هو الكري. الله يبارك من السمول الى حتى الدوبل اكس لارج، هاد البضاعه متوفره بيك ستوب المحمديه. بالنسبه للباك اللي قلنا شحال وصلنا في التصوير؟ 6 دقائق نجيو للباك. شوف شوميز لولا، يعني كنهضروا على لارتيك اللي لاعب في هذا الصيف هذا. شورت لولا، شي شورت لولا كيفاش داير؟ شورت لولا خفيف الله يبارك، هانت زائد شوميز ديالو، هانت شوميز مبردة، هذاك الشيء مسطر خلينا، ماشي ديك الخدمة السواقية، كنهضر لك الخدمة النقية. هذا غير شونتيون غير موديل، باش ما نفتحوش هاد الشيء هذا كامل، كيبقى لي كولور اللي كتشوفوا معايا كاع لي كولور ديال الصيف، الشيبي، البيج، الفوشيا، الموف مبرد، يعني لي كولور اللي لاعبين هاد الصيف هذا. غتختار معاه أي صباط اللي بغيتي، مثلا هاد الموطار نعطيوه القهوي، وهاد الشيبي هذا نعطيوه البلو مارين، وهاد الفوشيا نعطيوه الأبيض، يعني باش نماريو، وهاد البيج نعطيوه الكحل، باش طلع لنا البيسة بصباطها. إذا البيسة فيها الشورت والشوميز والصباط ديال الكوير 100% كوير، اعطيكم 3 ايام الدراري. ولكن حافظوا، شوف كل واحد عنده الحق ياخذ ارتيكل واحد، باك واحد. شنو هذا الباك؟ شوميز وشورت وصباط، ما تجيش تاخذ اكثر من واحد. باك واحد ب 249 درهم، لا ماشي الصباط بوحدو، حيت الصباط بوحدو كان 200 درهم. الصباط والشوميز والشورت 249 درهم، العرض مصمم لمده 3 ايام. وبالنسبه لهذا الصباط هذا 100% كويخ بالغين 149 درهم، ومازال غنزيدكم واحد البرومو ان شاء الله في الصباط اللي عندي على برا. شحال هذا قلنا؟ 149 درهم. اي 149 درهم، 149 درهم، ما ضريتش في راسي، ما يمكنش. هذه 149 درهم، كنهضروا على الكوير 100% كوير 149 درهم. بالنسبه للاوفر سايز كما شفتوا معنا في مدينه الدار البيضاء، عاوتاني لاريفاج دائما كيدخل البازيك، كاينه البازيك في النواخ، ولكن من موراه كتلقى هاد اللوحه الفنيه، كاينه البازيك في البيض موطار، الكحل عاوتاني بلي مارك كما كتشوف معايا في حاله السيل هذا، وكاينه اللوينات، هادو غنديرو فيهم واحد الثمن سبيسيال، شوف معايا، هادو غيكونوا ب 79 درهم، ولكن تا هما لمده 3 ايام. لافونتاج اللي فيهم كيتلبسوا يونيسكس، يعني كيتلبسهم البنيه وكيلبسهم الراجل. هادو اللي فيهم هاد الشحيطه في السلام، ما تمشيش هادو تقول له راه قال لي ساعي، ها اللي قال لك ساعي، بشحال؟ 79 درهم. هاد العرض هذا مستمر لمده 3 ايام، باقي ما شفنا لوكاليزاسيون واقيلا ياك؟ نرجعو نشوفو لوكاليزاسيون كاملين ونرجعو باش نشوفو اقوى العروض. شوف هاد لي بولو اللي عندكم هنا في الباب 79 درهم،
يلا نخرج نشوف اللوكاليزاسيون ديالنا. حطه مليحه قويه. الله يبارك. بالغين لابوار محبوبة الجميع. هذه ما كتبقاش، هذه معاك كتجي كطير. الله يبارك فيها واحد الخدمه نقيه ثوب نقي. اذا بيك ستور المحمديه فين كنتواجدوا؟ هذه هي بيك ستور اللي بيع الملابس الجاهزه رقم واحد في الاسعار في المغرب. وبالنسبه للناس اللي عاد يتواصلوا معنا من جديد، هذا هو شارع محمد السادس نصره الله، للنهايه ديالو كتبينا جرون سيرفاس مارتان ميم با كيلومتر. وهنايا على يدينا اليسار فينا بنايه الزرقاء مجموعه مدارس الودان، كتشوف ليس الودان العالميه خاصه عليها بيك ستور العالميه. اذا انتم اللي كتشاهدونا على الصفحه جيم بارطاج كومونتير حتى انتم تقدروا تكونوا من الفائزين. وها هو يغادر في حد الله.